الشاب الصغير محمد أسد شحادة يمتلك موهبة الرسم منذ الصغر، وشهدت موهبته تطوراً ملحوظاً من خلال تشجيع الأهل، ما شكل حافزاً له ليبدع أكثر في رسوماته وأعماله الفنية. واستخدم عدة أنواع في الرسم، من الورق واللوحات القماشية إلى الإكريليك حتى الرسم على الخشب، وأنتج أعمالاً مميزة. من وقت اللي كنت صغير كان عندي يعني هواية الرسم، دائماً بكون ميلي بقعد برسم، كل يوم مثلاً برسم رسمة جديدة، بحاول أنه أطالع رسمات تعودي أرسمها. مثلاً كنت أرسم بالرصاص على ورق من أول ما كنت يعني صغير، كانوا أهلي بابا وماما يشجعوني كتير، وتابعت يعني بهالأمر. وقت صرت صف ثالث صرت أنه أطالع رسمات، أحاول أنه أطالع أدق التفاصيل، وكل ما لا يصير رسمي أحلى. صرت أرسم بالإكريليك، على أحياناً أرسم على ورق، أحياناً أرسم مثلاً على لوحات كانفاس، وفي كمان نوع من الرصاص كمان. هلأ أرسم بورتري وجوه يعني. بعد ما خلصت التاسع ونجحت صرت أطور رسمي، يعني صار عندي رسمات كتير. رسمت معالم أثرية مثل قلعة حلب، رسمت مثلاً القدس لأنه معبرة يعني. اتجهت لشيء تاني أنه هو الرسم على الخشب. صرت أجيب أنا الخشب أقصه وأعالجه وأرسم عليه. الفنان شاب له طموحاً بموهبة الرسم، إذ يسعى للمشاركة بالمعارض الفنية وإقامة معرض خاص لأعماله. إلى جانب ذلك فهو من لاعبي رياضة الملاكمة، حيث شارك في بطولة الجمهورية. ورغم أن والد محمد جريح حرب، لكن هذا لم يمنعه من العمل على تحفيزه وتشجيعه لرفع اسم وطنه عاليا. أنا طموحي أكبر من هيك، أنه أشارك بمعارض كتير وعلى مستوى عالي، ويكون في معرض خاص فيني. أنا عندي هواية أخرى هي بالرياضة، هي هواية الملاكمة. شاركت كتير أنا ببطولات، وآخر بطولة كانت هي بطولة الجمهورية، فزت بالمركز الثالث، حصلت على الميدالية البرونزية. محمد اكتشفنا موهبته من صف الأول، ونحن طبعا تابعنا موهبته أنا ووالدته، بالإضافة أنا تابعت كمان موهبته بالملاكمة ودعمته كتير. حاولت رغم أنا جريح وماني قادر أعمل يعني. بتمنى ابني محمد طبعا بالمستقبل أنه يكون فنان على مستوى القطر أو أعلى من هيك، أو بالملاكمة نفس الشيء كمان، لحتى يرفع اسم بلد وسوريا الأسد. مواهب فنية عديدة وفريدة في الشهبة، تحتاج للدعم لكي تبقى تتطور وتتميز في أعمالها، ما ينعكس على الواجهة الفنية لمدينة الفن والتراث والتاريخ. مصطفى توسى، الإخبارية السورية، ريف حلب.